علمنا علماء الأزهر ألا نحزن على المفقود وألا نفرح للموجود. علمونا ألا نتكلم قبل أن نتعلم، وأن من تصدر قبل أن يتعلم كمن تزبب قبل أن يتحصرم، صار زبيبا ظنه الناس حلوا لكنه لا علم عنده، فأصبح كالحصرم وأصبح مر المذاق سيء العاقبة. منهج الأزهر بعيد عن الغلو، لأنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينهى عن الغلو في الدين فاتبعوه، أحبوه، ذابوا ذوبانا في حب الله ورسوله وأهل بيته وأوليائه الصالحين. نهوا عن الغلو في الدين واعتبروه منحرفا عن طريق سيد المرسلين، كما كان العلماء على مر التاريخ. ولكن خلف خلف ضيعوا الدين، والغريب أنهم يحفظون القرآن ويدعون إلى الله ورسوله، كيف هذا التلبيس والتدليس؟ ماذا نفعل في هؤلاء؟ ارجع إلى الكتاب والسنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتركك وحدك، فرأيناه يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: سيخرج من أمتي أقوام أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من كلام خير البرية لا يجاوز إيمانهم تراقيهم. ما هذا؟ يتكلمون بالحديث؟ نعم. لكن رسول الله غاضب عليهم؟ نعم، لأنهم أصحاب فتنة وغلو وتشدد وإغلاق للإسلام على المسلمين، فكانوا حجابا بين الناس وخلقه، كانوا حجابا بين الله وخلقه، وكانوا فتنة للناس. ولذلك وعلى الرغم من أنهم يتحدثون بالقرآن والسنة إلا أنهم ليسوا علماء. ابحث من هذا، من شيخه، ما الكتب التي قرأها، ما الإجازة التي استجازها، هل ذهب فتعلم سنين طوالة، أو أنه العلم المغشوش والمعلومات الفاسدة والأهواء الباطلة؟ زدنا يا رسول الله. فيروي ابن حبان عن سيدنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم. ابن حبان في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل من أمتي قرأ القرآن حتى إذا رويت عليه بهجته، قرأ القرآن حتى إذا رويت عليه بهجته، رويت عليه بهجته أي أن بهجة القرآن ظهرت على وجهه في سمته. من قرأ القرآن امتلأ جوفه نورا، وبدأ هذا النور
يحيط على سمته، فإذا رأيناه رأيناه صاحب سمت طيب، صاحب شكل وهيئة مقبولة. هذا فعل القرآن لقارئه. أهذا هو الذي تخافه يا سيدي يا رسول الله؟ رجل من أمتي قرأ القرآن حتى إذا رويت عليه بهجته، يعني ظهرت عليه بهجة القرآن، مال على جاره بسيفه. ليقطع أذنه. مال على جاره بسيفه. وقال أشركت، أنت مشرك جاره. جاره ما قالش مين جاره ده، جاره. مال على جاره بسيفه وقال أشركت. قالوا يا رسول الله أيهما أحق بها، بالمصيبة دي، بعقاب الله بالنار، أيهما أحق بها، الرامي أم المرمي؟ قال بل الرامي. رجل قرأ القرآن من غير علم، من غير فهم، فتصدر به من غير إجازة من علماء الأمة، فضل طريقه لأنه اختلطت عليه الأوراق، ظن أن كل بيضاء شحمة، وأن كل حمراء لحمة، وأن كل سوداء فحمة، اختلط عليه الأمر، فلم يعد يميز بين التمرة والجمرة. كل مؤهلاته أنه قرأ القرآن. نعم، ينبغي علينا جميعا أن نحفظ القرآن وأن نقرأه وأن نتلوه بالليل والنهار على سبيل التدين لا على سبيل علم الدين، فهناك فارق بين علم الدين وبين التدين. إذا أردت العلم اذهب إلى الأزهر تعلم. لا يفرق الأزهر بين رجل وامرأة، ولا بين أبيض وأسود، ولا بين مصري وغيره، فتح أبوابه للجميع. إذن أنقذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقويم، عرفنا منه أن هذا العنف الذي تعرضت له بعض الأضرحة بالأمس وبأول أمس إنما هو خروج عن الدين وعن العقل وعن الإنسانية،